أرسلنا كتاب إلى السيد محافظ البنك المركزي واعتذر عن الحضور، ولكن قبل يوم كان موجود في غرفة هيئة الرئاسة. طبعا لدينا مفاتحات رسمية في الكتاب رقم 19/9 اللي 11/1 وزعناه على جنابكم، يتضمن طلب من محافظ البنك المركزي ومجلس الإدارة إرسال كافة التفاصيل وبيع الدولار للمصارف ومكاتب الصيرفة، إلى أن محافظ البنك المركزي لم يستجب ولم يرسل تفاصيل البيع اليومي في مزاد العملة. حقيقة كان عندنا خطة في لجنة النزاهة ومتابعة بيع الدولار على مستوى المصارف والمكاتب، ونقتفي أثر هذه المبالغ بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والاقتصادية والأمن الوطني والمخابرات، لأن الموضوع يتعلق بالمواطن وغلاء المعيشة والتأثيرات السلبية على حياة المواطن. احنا كلجنة الزاهة عملنا مستمر إن شاء الله، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق محافظ البنك المركزي، لأن الموضوع يتعلق بالمواطن العراقي وغلاء المعيشة. تم توقيع قبل تقريب شهر 30 يوم، تم جمع تواقيع 82 توقيع لإضافة فقرة ضمن الدستور العراقي المادة 58 والمادة 28 من النظام الداخلي. وافق النائب الأول، وافق النائب الثاني، لكن رئيس المجلس رفض إضافة الفقرة، ونحن ماضين بالإجراءات القانونية وقانون مجلس النواب حسب يعني القانون والدستور العراقي. مستمرين بالمتابعة للموضوع يتعلق بغلاء المعيشة وحياة المواطن والتأثيرات السلبية على الوضع العام.